بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، أطلقت الوزارة وبالتعاون مع مجموعة المناصير لتكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى لمنصة التعليم نور سبيس لتشمل كافة أركان العملية التعليمية والتربوية بدءا من الوزير وانتهاء بولي الأمر. انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئتها كافة الوسائل المتاحة لكوادرها التعليمية، دأبت على إطلاقها وبالتعاون مع مجموعة المناصير لتكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى لمنصة نور سبيس التعليمية. البنية التحتية في الربط الإلكتروني بين المدارس هي وسيلة وليست غاية. الغاية هي أن نصل إلى تكنولوجيا التعليم وأن نصل إلى تسهيل العمليات الإدارية اللي بيقوم فيها مدير المدرسة ومساعد المدير والمعلم بشكل خاص، إن كان في إدخال العلامات الصفية، إدخال الغياب والحضور، كل الوثائق اللي معني فيها مدير المدرسة والمعلم. الآن من خلال ما سوف نطلق اليوم ستصبح موجودة مش بس على جهاز الحاسوب، ولكن أيضا ستصبح تطبيقاتها موجودة على التليفون الذكي، الهاتف الذكي في متناول يد الإدارة والمعلمين. هذا وأكدوا خلال الإطلاق على أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وضرورة العمل على تفعيلها في مختلف القطاعات لتكون شراكة حقيقية ومستدامة. نظام نور سبيس هو نظام لإدارة التعلم وإدارة المدرسية، هذا النظام بيكمل الأنظمة الموجودة عندنا في وزارة التربية، نظام جدا مهم بيساعد الوزارة في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في العملية التربوية بشقيها التعليمي والإداري. طبعا النظام حرصنا على أن نحصل على النظام بأحدث التكنولوجيا يوافق ويوائم النظام التربوي في الأردن، انبنى النظام بحيث أن يوفر أدوات ووسائل تكنولوجية حديثة تخدم المعلم وتساعده في التحضير، في العلامات، في التواصل مع أولياء الأمور المجتمع المحلي. وفي السياق ذاته أكدوا على آلية التعاون المشترك ما بين وزارة التربية والتعليم والقطاعات الأخرى الداعمة لقطاع التعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية كونها تشكل جزءاً كبيراً من المجتمع الأردني.